بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدنج. النهاردة إن شاء الله معدنا مع المحاضرة الثانية من محاضرات التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول. في هذه المحاضرة سوف نتناول بعض المصطلحات الهامة التي سيتم الاستعانة بها في المحاضرات القادمة. هذه المصطلحات هي الألم العاطفي، الهيكل السلوكي، ضبط النفس، المعتقدات، الأفكار والمشاعر، الغبطة، الأمجدلة، وسوف نتناول هذه المصطلحات بالشرح والتفصيل. أولاً الألم العاطفي، يشير هذا المصطلح إلى مجموعة من الآثار السلبية التي يتعرض لها المتداول خلال متاجرته، والتي تنقسم إلى مجموعة من الأحاسيس والمشاعر مثل الشعور بحزن شديد، الدخول في مرحلة اكتئاب، الشعور بخيبة الأمل والخيانة، وفي كثير من الأحيان يؤدي هذا الأمر إلى الشعور بالغضب، مما يدفع المتداول إلى الرغبة في الانتقام من السوق، وهذا مما يزيد المشكلة تعقيدا ويسبب أضرارا أكثر للمتداول. ويعتبر الانتقام من السوق بمزيد من التداول أثناء الخسارة وبدون إدارة مالية صحيحة وبدون وضع حد أدنى وأقصى للمكسب والخسارة هو الجانب المظلم الذي يترتب عليه كثير من الأضرار الغير مرغوب فيها لدى المتداولين. ثانياً الهيكل السلوكي، هي كل العوامل المتحكمة في المتداول من انفعالات لا إرادية سببها تراكم أفكار ومعتقدات متضاربة مع بعضها البعض، وهذا التنظيم العشوائي الذي مر عبر حياة الإنسان يسبب له الكثير من الأضرار خلال متاجرته، والتي بالتالي تؤثر على مستقبله كمتداول. ومعنى مصطلح هيكل سلوكي هو مجموعة من السلوكيات والتصرفات التي تسيطر على المتداول، وهي تنقسم إلى أفكار ومعتقدات، حيث تنطوي هذه الأفكار والمعتقدات على كثير من الأمور المغلوطة حول طبيعة التداول. الناس مفكرة التداول هتحط إيدك في البحر تطلع فلوس، وهذه فكرة خاطئة جدا، وهذا ما يجعل المتداول يقع في الكثير من الأخطاء التي تسبب له مزيد من خسارة المال، مما يسبب له الألم العاطفي وكثير من الأضرار النفسية. ثالثا ضبط النفس، من أكثر المصطلحات الهامة في عالم التداول، وهو بدون أدنى شك معروف لدى الكثير من عامة الناس. ومن خلال ضبط النفس يستطيع الإنسان ضبط مشاعره وأفكاره وسلوكياته، كما يكون مسيطر بشكل كامل على نفسه. والهيكل السلوكي أي مجموعة السلوكيات والتصرفات التي يتبعها المتداول أثناء التداول، هذا الهيكل السلوكي له دور كبير جدا وفعال في ضبط النفس، حيث يعد الهيكل السلوكي هو العمود الفقري لضبط النفس. فإذا استطاع الشخص إدراك نفسه وتصرفاته وسلوكياته، فإنه في هذه الحالة يتمكن من ضبط العمل نفسه، بحيث يكون إنسان منضبط، مما يتيح له عيش حياة مستقرة مليئة بالنجاحات. وهذا بالطبع هو ما يحتاج إليه كل متداول، ضبط نفسه من أجل أن يستطيع التداول بموضوعية وبدون أخطاء يترتب عليها الألم النفسي. ضبط النفس يجعل المتداول في راحة نفسية كاملة، ويجعله في استعداد لاستقبال كل الفرص أو نسبة كبيرة جدا من الفرص التي تتاح له في السوق، والاستفادة القصوى منها بدون أضرار نفسية. كما أن المعتقدات التي نعتقدها ونؤمن بها
هي أيضا المسؤولة عن تصرفاتنا أو سلوكياتنا. فأحيانا بسبب نظرتنا الضيقة للأمور نبدأ في إصدار أحكام تبعا لما نعتقد أنه صحيح، مع أنه قد يحتمل الخطأ. والمعتقدات لها دور كبير في نظرتنا للسوق على أنه تهديد أو غير ذلك، أو أن صناع السوق هم الذين يسيطرون على صغار المتداولين من أجل خسارتهم. وباختصار، عملك على كشف واستخراج المعتقدات القديمة الخاطئة وتغييرها بشكل صحيح بحيث يتناسب ويناسب بيئة السوق سيكون الخطوة الأولى لتحقيق التوازن الذي تبحث عنه. خامساً، الأفكار والمشاعر. إذا كنا قد تكلمنا عن المعتقدات وعرفنا أنها مهمة جداً لهذا الحد، فإن الأفكار والمشاعر لا تقل أهمية عن المعتقدات. فالوقود الذي يغذي المعتقدات ويدفعها على العمل بكفاءة هي أفكارنا ومشاعرنا. أفكارنا ومشاعرنا هي التي تخلق لنا معتقد معين تجاه أمر معين، مما يخلق في النهاية سلوك واعي أو غير واعي تجاه هذا الأمر. وعلى سبيل المثال، عندما يدخل متداول صفقة شراء وهو متوقع أن صفقته ناجحة بدون احتياطات وبدون تحليل فني جيد ورسم دعوم ومقاومات وخطوط ترند وقراءة جيدة للشموع، هنا كون فكرة نجاح الصفقة مشاعر تفاؤل وسعادة معا على اعتقاد أن صفقته ناجحة وقراره ناجح. ولنفترض جدلا أن هذه الصفقة نجحت، في هذه الحالة سيعزز شعور السعادة لديه أضعافا مضاعفة. وفي الصفقة التالية نفترض أنه خسر، هنا سيتعرض بدون أدنى شك إلى ألم عاطفي مما يسبب له آثار نفسية كبيرة جدا، وسيشعر بالخيانة وفقدان الأمل ورغبة في الانتقام. وهنا امتزاج العناصر مع بعضها، السعادة والغضب، مما أحدث التناقض الكبير بين ما يرغب فيه وما يعتقد ويفكر ويشعر به وما حدث لصفقته. لذلك من المهم جدا تعلم عمل توازن بينهما، وهذا ما يجعل التداول أكثر سهولة وأكثر أمانا. سادسا، الغبطة. هذا المصطلح معناه ثقة الشخص المتداول المفرطة في نفسه، مما يجعله يرى نفسه يكاد يكون على وشك بلوغ الكمال في التداول، ولا مجال عنده للخطأ أو توقع الخطأ، مع إن الكمال لله وحده، ولم يصل أحد في التداول إلى درجة الكمال أبدا. وهذه أكبر معضلة يتعرض لها المتداول، وهي ثقته المفرطة في نفسه ونتائجه وتوقعاته. ولا بد للمتداول الناجح إذا كان لديه هذا الأمر من علاج سريع للغبطة، وإلا سيكون هناك نتائج لا يحمد عقباها. سابعا، الأمجدلة، ومعناها اللوزة الدماغية، وهي تعد أصغر أجزاء الدماغ، مع أنها لها تأثير وعمل كبير جدا، حيث أن الأمجدلة هي العدو المجهول لكل المتداولين تقريبا، حيث أن كل الانفعالات ومشاعر الحزن وخيبة الأمل وغيرها من ألم عاطفي يكون سببه هذا الجزء الصغير جدا في رأس الإنسان، فهي المسؤولة عن كل الانفعالات. والسؤال هنا، كيف تعمل الأمجدلة أو كيف تعمل اللوزة الدماغية؟ تعمل انطلاقا من مجموعة من المحفزات، حيث تعمل كأداة حماية سريعة للإنسان من أجل إصدار رد فعل سريع من أجل حمايته. بمعنى أن كل محفز يثير تهديد لأي شخص، تعمل الأمجدلة اللي هي اللوزة الدماغية على إفراز الهرمونات التي تدفع الشخص للشعور بالخوف والقلق
مما يدفعه للقيام بعمل رد فعل يتمكن من خلاله إزالة هذا الخوف وهذا القلق. وكمثال، عندما يخسر المتداول في صفقة أو صفقتين أو أكثر، هذا يعتبر تهديد وحافز لأمجدلة، أي للوزة الدماغية، فتفرز الهرمونات التي تجعل المتداول يحس ببعض المشاعر السلبية مثل الخوف والقلق، فيتخذ القرار المناسب من أجل وقف هذه المشاعر. إذا كان المتداول يتوقع نجاح صفقته ولم تنجح، هذا يحدث تناقض بين ما كان يعتقده وبين ما هو واقع. حينئذ تبدأ الأمجدلة في إفراز الهرمونات التي تصيبه بالألم العاطفي بهدف حمايته من معلومات السوق ومن تقلبات السوق التي استقبلها عقله على أنها تهديد له شخصيا، وهذا ما يجعل العقل يخفي المعلومات وإخراجك من دائرة الوعي إلى اللاوعي، وهذا ما يجعل المتداول غير قادر على التصرف من منظور منطقي أو عقلاني. ولكن كيف يمكن تجنب كل هذا وإعادة ضبط الأفكار والمشاعر؟ هذا ما سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لكم خالص تحياتي. نسير معا على جسر النجاح إلى نهايته بإذن الله، ومن هناك تبدأ رحلة الارتقاء لقمة النهاية. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.